غادي نمشيو الباتل ديالنا بين الاباء والوليدات. واش عادي ان الاباء والامهات يختاروا الهوايات اللي يديروا الاطفال؟ وغنبدا معكم نتوما الاولين، شنو هما الهوايات اللي كنتو كديروا ملي كنتو صغار؟ واش والديكم اللي اختاروها ولا اختارتوها انتوما؟ انا كاع الهوايات اللي درتهم اختاروهم لي والديا، ولكن لقيتهم انهم مزيانين. اختاروا لي ندير المسرح، السباحه والرقص والموسيقى. كنت كنموت على الشطيح. شكون اللي اختار لك الرقص؟ هادشي كامل بابا اختارو. بابا اختار لي المسرح اختار لي المسرح واختار لي السباحه وكان باغي ندير الركوب على الخيل، ولكن ما كانش داك الساعات كاين في الصويره فما درتوش. الاب ديالك سي مصطفى؟ ويليام. تبارك الله عليك اسمعي الناس واحد، تبارك الله عليك اختاريتي الرقص. لا انا كنت كنختار راسي وفي الاخر كيخرجوني من ديك الشيء. اشنو كنتي كتختاري انت؟ اختاريت الموسيقى وفي الاخر خرجوني، حيت كنت كنجلس مع هذوك، حيت لديك الساعات كنت باغي ندير الجيتار، واللي كيديروا الجيتار كاملين كانوا كيجلسوا في واحد البلاصه وكيتجمعوا فيها الدراري، اكثريه الدراري كيكون دخان. كنقول لهم راه خصني نمشي ندير. في الاخر خرجوني قالوا لي ما كاينش جيتار، بغيتي دير بيانو دير شي حاجه اخرى باش ما عندي فين تلاقى الناس، ما حتى حد ما عنده بيانو، يعني اذا ما درتوش في المعهد ما عندي فين نديرو. وعلى ديك الدخان، واش فراسكم البارح المنتخب ديال هولندا اللي كان لعب مع السنغال ما كانش فراسو لعب مع السنغال؟ علاش كان كيجيب لهم لاعبين مع كوريا؟ كانوا جايين من هولندا كلهم بالدخان ديالهم، كلهم ماشي هو هذاك الكلام ديال الصداع. انا ما كاينش حد كيبزز عليا شي حاجه، انا كلشي كنختارو. ولكن فاش كنت صغيره باقا صغيره بزاف، بابا كنختار لي راسم، كنختار لي راسم وصراحه مشيت فيه مزيان. كترسمي دابا؟ كنرسم. اخر لوحه رسمتيها؟ واحد اللوحه ما غواش حتى عندي في الدار، ما كننصحكمش. سمح لي شنو هاد اللوحه هادي؟ ما كننصحك، انا بيدي ما فهمتهاش شنو هذيك اللوحه. انا عرفت قلت لا شنو سمح لي، راه هذوك هما الفنانين الكبار ملي كتجي وكتقول ليه هو بوحدو اللي فاهم هذيك اللوحه. قالت لي شاد التخربيقه، قلت لها غتسكتي ولا غتخرجي من الدار؟ التخربيقه هذيك راه لوحه فنيه ما غتفهميهاش. لا لا ماشي هادشي، انا قلت لها شت تخربيق هذا، وهي تقول لي هذه راه انا، قلت لها بصح نبدل الاقوال ديالي. ناخذ معايا كوثر. صباح الخير كوثر. صباح النور عماد، صافا لاباس؟ الحمد لله. كي صبحتي؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. يبارك فيك. نسولك انت يا كوثر، انت ملي كنتي صغيره واش والديك هما اللي كانوا كيختاروا لك الهوايات ديالك؟ صراحه ما كانوش كيختاروا ليا، انا اللي الحاجه اللي كنت باغاها وكانت في الاستطاعه ديال الوالدين ديالي يديروها ليا، دونك كيديروها لي. بحالاش مثلا؟ انا كنت كيعجبني السبور بزاف. اها، اين سبور كنتي كديري؟ كنت كيعجبني الايروبيك بزاف. كيفي اون فوا قدرت نديرها في ليبوك ديالنا، كانوا شويه اللي صار كانوا شويه قلال. دونك اون فوا قدرت نديرها داروها لي الدار والحمد لله بقيت بها حتى كبرت. اذا انت اللي اختاريتي. وبالنسبه للبنيه ديالك ياسمين، شنو الهوايه ديالها دابا؟ ياسمين دابا اكشوالمون كدير الباسكتبول. شكون اللي اختار لها الباسكت؟ هي ولا انت اللي اختاريتي لها الباسكت؟ هي اللي بغاتو. افون لي كورونا كنت انا جو بروبوز صراحه بوغ مي في جو بروبوز شنو يديروا، ولكن كيبقى لهم هما الاختيار. واخا افون لي كورونا. وي تفضلي تفضلي كملي الفكره ديالك. افون لي كورونا جي بروبوزي لو تياتر، كنت كدير لو تياتر مي مع كورونا حبسنا. مي ملي جات كورونا فالات كورونا دابا رجعت قالت لي ماما بغيت ندير الباسكت، دونك خليتها ندير الباسكت. ديك هي اللي اختارت الباسكت. هي اللي اختارت. ولكن انت شنو اللي بغيتي ليها؟ انا بصراحه ما اللي بغيت غير نديرو ليها، ولكن اللي استطاعتي راه باغ فوا كاين ديزاكتيفيتي اللي ما نقدروش نديروهم، ماشي استطاعتنا نديروهم. بحالاش؟ بحال ليكيتاسيون، كاين شي حوايج عاوتاني ما كيمشيوش مع لو طون لي زوغ ديالنا حنايا اوتون كو اباء. باغ فوا حيت حنا ملي كنخدمو في بريفي راك عرفتي لوغيف عندنا شويه مزير، كيف كاين ديزاكتيفيتي اللي ما نقدروش نديروهم، بحال دابا لا بيسين ولا هذا. عندي نقدر عندي لا اون سيونس لو سامدي، لي زوط جوغ ما يمكنش. سيتا ياسمين حداك؟ وي حدايا. دوزي ياسمين نتفاهمو معاها. ياسمين صباح الخير. ياسمين وي صباح الخير. صباح الخير. عندك 10 سنين ياسمين، غتدخلي دابا تقراي ولا مازال؟ ماشي دابا نقرا. دخلت خلينا قسم كتقراي؟ سيسمعك الله يعاونك. كتقراي مزيان؟ وي. ايوا هذا هو السؤال اللي كيسولوه ملي كيهضروا مع شي بنيات صغار وليدات صغار، ويقول لك ما كاينش ولي صغير يقول لك لا ما تنقراش مزيان. كاينين. وما بغيتش نقرا مزيان، انا بغيت نخدم. ياسمين كديري الباسكت، انت اللي اختاريتي الباسكت ولا ماماك؟ انا اللي اختاريت. علاش اختاريتي الباسكت؟ حيت لونفي دو فيغ باسكتبول.
بغيتي تولي باسكيتوز؟ بغيتي تكبري بغيتي تولي كتلعبي الباسكيت ما تخدميش؟ لا نخدم ونولي كنلعب الباسكيت بجوجهم. تبقاي تلعبي الباسكيت وشنو دابا حيت كنتي كديري المسرح ومن بعد حبستو ودابا مشيتي لكرة السلة شنو بغيتي ديري من بعد؟ شي حاجة غالية اللي ماماك ما تقدرش تخلصها خدي راحتك تما الفرصة ديالك باش تطلبي من ماماك شي حاجة إلا بغيتيها. شنو شنو الحاجة اللي طلبتي لماماك وماماك قالت لك لا؟ صراحة أي حاجة كقوليها كديرها ليا. الله يخليها لك الله يخليها لك الله يخليها لك الله يخليها لك. والو والو واخا أي حاجة تكوني خارجة تقول لها ماما بغيت نشري هذه كتشريها لك. أها أي حاجة كتشريها لي كنبغي نشريها كتشريها ليا. الله يخلي لك ماماك. دوزي ليا ماماك. وي ألو كوثر. وي وي بغيت نكون ولدك حنا حنا من المنبر رسميا بغينا نكونوا ولادك. حاولنا في المحكمه مع عادل الميلودي ما داش لافير ما دازتش بغينا نكونوا ولادك حنا اليوم صراحه. لا وهي سميت الطلبات ديالها داكشي على قد الحال كتكيس كتكيس عليكم هذا تكون من ديبارت وما ربيتوها بحال هكاك تكيسي علينا صراحه. كاين شي حوايج اللي انا جوتي تريكت هذه كاينه هذه ما كايناش. الله يخليها لك الله يخليها لك القناعه 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 القناعه. العيد ميلاد ديال ياسمين نهار السبت كنظن ياك. وي شنو موجوده لها القناعه؟ ما درت والو بلاتي نفاري هادشي ديال القناعه. دوزي لي ياسمين دوزي لي ياسمين دوزي لي ياسمين دوزي لي ياسمين. هيا ياسمين هيا ياسمين. وي اول حاجه ياسمين استغلي الفرصه اليوم وطلبي الكادو اللي بغيتي ماماك تجيب لك. شنو بغيتي ماماك تجيب لك؟ خذي راحتك هذه الفرصه ما عمر ما تعاود. يلا شنو بغيتي؟ كتقرص فيها اللوش شفتي شنو؟ ان كالون دو ماما. هادي غتكون ماما قالت لك في ودنيك كالا دو ماما سكيري موبي عجبوني جاي اخرى. الله يخلي لك ماماك الله يخلي لك ماماك كوثر الله يخلي لك ياسمين. شكرا لكم كنتوا معنا اليوم شكرا بزاف. ميرسي. شتي كيفاش جاوبات في الاخر مسكينه كانت العصا كتبكي مسكينه. كوثر مالكم شكون بحال طاح عليكم الضيم في هادشي ديال الكادوات غاليين مسكينه. ما طلبات والو قالت لك بغات التعنيقه ديال ماماها. ايوا الحمد لله اخي تقامت عليا. احنا ما كاينه ان سوربريز كاينه ان سوربريز. انا ما كرهتش انا ولدي ما عمره ما طلب بحال هادشي هذا. انا صافي انا ولدي عنده 13 عام وفي العيد ميلاد ديالو سيمانه قبل كيبقى يصيفط لي ميساجات في الصباح كنبغيك كنموت عليك كياخذ الكادو ما كيبقاش يبغيني وكتب الكادو ديالك. شكرا لك بسلامة. انتم تقدروا تشاركوا معنا في الباتل تقدروا تصيفطوا لنا طلب على الواتساب الرقم 07 10 650 650.